السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج كلمة في وصفة. كل واحدة مننا بتحب تدخل مطبخها تعمل وصفات جديدة وأكلات جديدة غير المعتادة عشان تفرح أولادها وتفرح جوزها. بيحسوا إن في تغيير في الوجبات بيفرحوا بده. وطبعا النهارده عشان نساعدكم تعملوا وصفات جديده وتعملوا اكلات جديده وتفرحوا بيها اولادكم وزوجكم، معانا النهارده الشيف ويفا. قبل ما اتكلم مع الشيف ويفا وارحب بيها واعرفكم ايه الوصفات اللي هنقدر نقدمها لكم النهارده معاها، احب ارحب بزميلي استاذ هشام. اهلا بك يا استاذ هشام. اهلا بك يا استاذه ماء، اهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في كل مكان في حلقتنا الجديده. زي ما قالت زميلتي استاذه ماء، انا كمان بكون مبسوط وفرحان فعلا لما المدام بتعمل لنا وجبه جديده غير المعتاده لليله ليا وللاولاد. وعشان كل سيده تقدر تفرح زوجها واولادها، النهارده هنستضيف معانا الشيفه وفاء محمد علي الشهيره بشيفه ويفا. اهلا بيكي، اهلا بيكي حضرتك ونورتي البرنامج ونورتي القناه. بشكركم جدا بجد على الاستضافه الجميله دي. اهلا وسهلا. هنبتدي بقى نعرف بس من حضرتك هتحضري لنا ايه بقى دلوقتي؟ انا هعمل تشيكن بافلو اللي هي وينجز. بافلو بدجاج حار بالعسل والشطه. يعني دي وجبه كده احنا بنحبها اصلا، يعني هي اصلا وجبه دي اسيويه اساسا، مش شرق اسيا. مش شرق اسيا. طب اخترت لنا الوجبه دي النهارده ليه؟ عشان لذيذه، عشان حلوه. هيلسي سهله يعني كمان. سهله وحلوه طعمها حلو. تمام. طيب ايه المقادير بتاعتها يا شيف عشان برضو كلنا نحضر ورقه وقلم كده سريعا مع الشيف ويفا؟ هي بتبقى عباره عن اجنحه دجاج او دبابيس. تمام. دبابيس تبقى مخليه من الجلد بتاعها، طبعا نخليها وننضفها. معانا في الكاميرا برضو تشرح لهم في الكاميرا. تبقى دبابيس مخليه من الجلد بتاعها، واجنحه دجاج طبعا متنضفه كله مغسول بخل وملح. دايما تغسلي الفراخ بخل وملح عشان زفاره. هنتبلها بشويه ملح صغننين. تمام. وشويه فلفل اسمر بس، يعني ده كده تتبيله الفراخ، وهنسيبها لحد ما نجهز بقيه في الاكله كلها. الوصفه كلها. تمام. طيب استاذه ويفا او الشيف ويفا، دلوقتي حضرتك زي ما قلنا كده بتعملي الوصفات دي حبا في ان احنا بنحب كسيدات نجدد في الاكلات بتاعتنا، ولا واخداها مساله بيزنس مثلا؟ لا، هو حب في الاكل. تمام. صريحه. بنجهز كوب دقيق ومعاه نص كوب نشا. تمام. وعليهم معلقه توم باودر. توم باودر وبصل باودر. طبعا المقادير معانا على الشاشه يا استاذ محمد، معلش نازل مقادير تاني. نشا، فلفل اسمر. تمام. وشويه ملح مش كتير، لان انا هحط مع المقادير صوص الصويا. ده غير الملح كمان اللي احنا حاطينه على ما بنحط مش كتير بس عشان طعم الدبابيس اللي هطعم الفراخ. استاذه وفاء، نعرف بس من حضرتك يا شيفه، ابتديتي الفكره او العمل ازاي؟ هو انا اصلا يعني قلت لك انا بحب الاكل. تمام. بحب الجديد، بحب المطبخ، يعني انا اصلا بحب المطبخ. بس دي بقالك فتره قريبه ولا بقالك من فتره؟ لا، بقالي سنه. بقالي سنه في الشغل بتاعي اصلا، او في المجال بتاعي ده بقالي سنه بالظبط. يعني السبب في الشغلانه بتاعتي اصلا اصحابي، يعني واحده صاحبتي اسمها شيماء هي السبب اصلا في الفكره نفسها من البدايه. ضايقت منك حاجه فقالت لك واو كده؟ لا، هم كل اللي حواليا احنا عايزين ناكل، يعني بيقولوا عشان ياكلوا. يعني هم يعتبر السبب في تشجيع حضرتك ان انت تكملي. هم اللي ادوني الدافع لل انك انت تكملي ان المشوار. انا ابدا بقى في المشوار ده. تبتدي في المشوار. ابدا في المشوار دون بس انا هقول لك حاجه يا شيف ويفا، معنى ان سيده تقول لك او ست او مدام زينا كده تقول لك انا عايزه اكل من ايدك حاجه، يبقى اكيد ليكي تكاتك وحركاتك بقى فيها اللي بتعمليها بطريقه تانية. بصي، هو الاهم في الاكل، يعني اهم حاجه في الاكل اساسا انك تعملي الاكل بحب. طول ما الواحد بيعمل اكل بحب، هو حابب يعمل الاكل ده او حابب ان الاكل ده طعمه حلو، هيطلع معاكي طعمه حلو وهيبقى معاكي دايما حلو. صح. يعني لو مش حباها مهما عملتي مهما حاولتي بالطرق اللي انت ممكن تخترعيها مش هيطلع حلو. ايوه صح. فاهمين؟ يطلع الاكل بويس. طبعا حطينا الفراخ والدبابيس في الدقيق، نحطها في الزيت. تمام. انا بحب اقرب كده عشان اشوف، مع ان انا بعمل بس وصفه لسه جديده عليا، وطبعا انا المقادير عندي هاخدها طبعا. هي الوصفه دي جديده، وبعدين طعمها حلو، وبعدين في البيت بقى عندي كل شويه احنا عايزين فراخ بالعسل والشطه.
عايزين فراخ بالعسل لا والشطه. والريحه اصلا ريحه كمان التوابل معاها والتتبيله عامله ريحه حلوه قوي، يعني برغم ان لسه كمان المفروض لما كل ما بتستوي بتطلع ريحه. اه طبعا الوجبه بتبقى متشابهه مع كل شيف، بس بيبقى في شيف عنده اللمسه، الاخيره، اللمسه اللي فيها الابتكار بقى، اللي هو بيتميز بيها عن الشيف التاني. بص، هو انا اللمسه بتاعت الوجبه بتاعتي النهارده سلطه الذره، سلطه الذره، بس انا جبت لهم المقادير بس ما جبتش الذره بصراحه عشان وقت البرنامج ووقت الحلقه وكده. فهي سلطه الذره مع الاكله دي اصلا بتبقى خرافه، بتبقى طعمها حلو قوي، يعني انت بتاكل ذره حلو. قولي لنا برده مكوناتها ايه واحنا ننزل هي المقادير. سلطه الذره سهله جدا، يعني بتجيبي ذره حلو وتجيبي معاها جبنه شيدر وجبنه مطبوخه وجبنه كريمي، هي بتبقى عباره عن مجموعه جبن وعلبه كريمه مطبخ. المقادير معانا على الهواء، ورقه وقلم كده نكتبها سريعا ومع هي علبة كريمة مطبخ. صح بالموبايل. علبة كريمة مطبخ وسلطة ذرة، علبة الذرة نفسها وجبنة شيدر وجبنة مطبوخة، جبنة شيدر مبشورة وجبنة مطبوخة وجبنة كريمي. تمام تمام. بس بتحطوا بقى على بعض، تمزجي بقى الكريمي، الحليب الكريمي مع الجبنة المطبوخة مع الجبنة الكريمي. تمام. وتحط عليهم نص ليمونة وشوية سكر. طب هي ممكن تتعمل السلطه يا شيف ويفا من غير الذره؟ يعني ممكن لو حبينا نعملها من غير الذره عادي ولا؟ هو الذره اساس السلطه. الذره اساس السلطه. تمام. يعني هو الذره اللي اساس، يعني ممكن تغيري منها حاجه لكن الاساس في الوجبه نفسها الذره. شيفة ويفا، حضرتك بالفترة القصيرة اللي حضرتك بتقولي ان لفت نظرنا ان انت بتقولي حضرتك بقالك سنة. بقالي سنة بالظبط. بتقدري حضرتك تقدري تعملي وجبات لوليمة او حفلة؟ هو انا بقدر بس ما بتكونش كبيره قوي، يعني مثلا مش على مستوى 200 فرد مثلا او كده، بتبقى مثلا حاجه اسريه. لو مثلا حفله اسريه او عزومه اسريه انا بقدر اقوم بها لوحدي، لكن لو على مستوى كبير لا، ما صراحه ما اقدرش لسه. طب طموحات حضرتك بقى يا شيفه ويفا، ان شاء الله يبقى معاكي فريق عمل بعد كده مستقبليا، ان حضرتك تقدري تعملي بقى، تخشي بقى في نطاق الحفلات والافراح وحاجات زي كده؟ لا، هو انا طموحاتي ان اعمل مدرسه للطبخ ان شاء الله بامر. يعني انا عايزه نفسي كده اعمل مدرسه للطبخ، ان البنات يخشوا ويتعلموا فيهم ازاي يطبخوا وازاي يعرفوا يقدموا الاكل لجوازهم في بيتهم، بيحببوا جوزهم اصلا في الاكل بتاعهم. ده اجمل واجمل بصراحه. يعني اهم حاجه ان بجد ان الراجل في البيت يبقى حابب الست بتاعه اللي بتطبخ في البيت. خلي بالك استاذه ما هي متعاطفه جدا مع الراجل. لا دي حاجه جديده، يعني دايما استاذ هشام الاقي الشيف او الشيفه لما بتيجي تعمل حاجه، لا مش حكايه كده، حكايه ان بتبقى بتفكر ان طموحاتها ان هي تعمل مطعم، تعمل فندق، الكلام ده كله، لكن مدرسه دي فكره حلوه قوي وجديده. ربنا يوفقك ان شاء الله يا شيفه ويفا. يبقى مدرسه مطبخ شيفه ويفا، حلوه جدا. مطبخ ويفا. مطبخ ويفا صح. طيب قولي لي يا شيفه ويفا، دلوقتي لو مثلا زي ما استاذ هشام قال كده، ان ممكن لو في طلبات جات لك، انت بداتي ده، انت قلتي لي عشان انا بحب الطبخ. تمام. وادامين بداتي او بتعملي وصفات ليها تذوق خاص، بيبقى حبا في عمل الاكل. الاكل بالظبط. بالنسبه للشغل خدتيها بزنس ليه؟ لقيتي ان انت بتعملي حاجات مميزه اكتر؟ يعني مثلا لو اختك مثلا بتاكل منك حاجه، او زي ما انا شامه كده، ان انا بالنسبه لي لما بعملها انا بعمل بس مش نفس الريحه. أيوة. فمعنى كده ان انا مش شيف. لا مش شرط. مش شرط. مش شرط تكوني مش شيف، بس ممكن تكون بالظبط المقادير. بس يعني ايه اللي يظبط الطبخ؟ تكوني ظابطه كل حاجه بالظبط، يعني مثلا يعني نص معلقه يعني نص معلقه، نص كوبايه يعني نص كوبايه، ما احطش بقى ان انا ازود عشان ايه، لا ان انا احط زيت عشان يبقى طعمها احلى. لا، الزيت بتبوظ الطعم. يعني الزياده في اي حاجه بتبقى مبوظه الطعم بتاع الاكل. لازم نمشي على المقادير بالظبط عشان تطلع الوصفه زي ما هي. لازم تمشي زي ما هي بالظبط، يعني طيب. زي ما هي بالظبط، ده بيطلعها مظبوطه، ما انت شكلتيها عند حد او شفتيها في التلفزيون او 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 وات ايفر. طيب بما ان حضرتك شيفه ويفا، لازم تقول لنا المقادير تاني عشان ننزلها معانا على الشاشه، ورقه وقلم او نصورها بالموبايل. اتفضلي. المقادير دبابيس او معانا المقادير على الشاشه لو عايزين. المقادير بتبقى عباره عن اجنحه او دبابيس فراخ، طبعا انا بحط دبابيس الفراخ لان عشان بيحبوا ياكلوها اكتر. فبحط معاهم الاجنحه، بتبقى معموله طبعا بدقيق، كوب دقيق ونص كوب نشا ومعلقه بودر ثوم ومعلقه بودر بصل وباربيكيا وملح وفلفل اسمر. تمام. طيب بهدلت؟ لا لا تمام.
بس بنحطهم في دقيق ونقليهم في زيت، طبعا يكون طاسه مليانه زيت كتير عشان تاخد راحتها في السوا. طريقه الصوص بتاع الفراخ والاجنحه بتبقى عباره عن ثوم وعسل وكاتشب وصلصه طماطم وصوص الصويا. تمام. وصوص الصويا وملح وفلفل اسمر وباربيكيا و... طيب تمام. قولي لي يا شيف ويفا، احنا دلوقتي حاطين الطاسه الثانيه دي ليه؟ عشان هجهز الصوص عشان لما الفراخ تطلع احطها في الصوص على طول عشان وقت البرنامج. تمام. شيفة ويفا، يعني امتى انت مدينا حضرتك تايم او وقت معين انت نعرف بوجبه معينه او وجبه مميزه مسميها وجبه ويفا؟ بحاول الفتره دي بصراحه ان انا اعمل وجبه كده تبقى مميزه بتاعتي انا. يعني قريب احنا مش هنحرق المفاجاه ديت ان شاء الله، بس احنا في يعني احنا في انتظار الوجبه دي قريب ان شاء الله باذن الله. طيب نقول احنا بنعمل ايه كده واحنا شغالين؟ كنا بنحضر الصوص بتاع الوجبه، الصوص المكونات اللي هي باربيكيا وعسل ابيض وثوم. انا شاطره، انا بعرف ايه. وكاتشب. دي البابريكا. ده ده كاتشب. بصي انا ست بيت اهو، بس انت مش شاطره عليا يعني. شاطره نص نص والله. ده العسل اهو، عسل. شفت العسل لوحدها على فكره؟ شفتي بصوا شفتي. ودي قلتي دي كاتشب. بس بصي والله هي يعني معانا كده والله هي عامله زي الصلصه، فانا ما مش انا شاطره. أيوة بس انت هي اللي غلطانه، انت اللي غشاني على فكره. صح. طب ودي الصلصه. الصلصه. ودي التوابل معروفه بالظبط، ما تقوليليش بقى ايه عشان مش هقول لك. يعني هي مش كده صح؟ انا شم اقول لك بالظبط كده. طيب معانا الخطوات برضو يا شفاوسه. بحط الثوم. المعيار المظبوط في المقادير يا شيفه ويفا هي اللي بتخلي نكهه الاكل تبقى كويسه. يعني بالظبط. عن الافراط في المقادير. بالظبط، الافراط في المقادير بيبوظ طعم الاكل طبعا. يعني طيب هو عامه الافراط في اي شيء بيبوظه. احنا قلنا زي ما حضرتك قلتي في البدايه ان لو المقادير لما منشناش عليها مظبوط الاكله بتطلع يا اما بالزبط. فيها ريحه مثلا توابل زياده او بيطلع فيها حاجه ناقصه، فلازم نمشي على التوابل المظبوط. عشان كده يا شيفا دايما السيدات البيوت اللي هم نص نص زي حالاتي بنبوظ الكيكات عشان ما بنمشيش على المقادير المظبوط. بالظبط كده. لا احنا عايزه حضرتك بقى كده ما بيني وما بينك تديني وصفه كيكه بقى عشان اعمل لك كيكه على طول مني. طيب قولي لي يا شيفا وفا برضو احنا بنتكلم كده، طموحك احنا قلنا ان انت عايزه تعملي مدرسه للطبخ. تمام. بالنسبه دلوقتي لو حد طلب منك ان تعملي له وجبات من خلال الفيسبوك او الكلام ده كله اونلاين بعمل عادي؟ ما اصلا شغاله اوردرات حاليا من خلال الصفحه بتاعتي، وعندي الحمد لله زبايني وعندي ناس اللي بتطلبني مخصوص للاكل بتاعها وكده. ربنا يوفقك يا رب. تحبي تقولي بقى يا شيفا وفا لكل ست في البيت اللي ما بتحبش تقف في المطبخ، تحبي تقولي لها ايه؟ حب المطبخ. حب المطبخ. حب المطبخ عشان تعرفي تعملي اكله حلوه. انا ساعتك. شكرا. حب المطبخ وتابعي شيفا ويفا. ايوه صح. ويمشي على المقادير كويس. شيفا ويفا. بص اهم ويفا. حاجه الواحد يكون ماشي على المقادير كويس، دي اهم حاجه في الاكله. ممكن الواحد لو بيخترع اكله لو مثلا عايز يعمل اختراع، ممكن مثلا من شويه فول تخترع فول تاني خالص غير الناس بتاكله. فاهمني؟ ايوه صح. يعني ايوه ممكن الواحد من شويه فول يخترع حاجه تانية خالص غير الناس بتاكلها وتبقى اكله حلوه بطعمها حلو. ده اللي بيحب الحاجه اللي هو ده اللي بيحب المطبخ ويحب الاكل زي حالتنا كده. نحط العسل. يعني طيب طب استاذنك بس يا شيف وفا عشان انا بما اني شاطره فانا عايزه اعمل تبديل عشان انا حاسه ان انا مش مرتاحه وانا واقفه كده. وكمان عشان المشاهدين يشوفوا معانا. استاذنك هننقل دي على العين دي ودي على العين دي. ما تعلميني وانا معاك عشان انا دايما لما بقف مع في المطبخ في ظاهره جميله جدا يا شيف ان الشيف اللي بيقف في المطبخ او السيده اللي حب المجال او محب حته الطبيخ بتحب تقف لوحدها. ايه الحكمه بقى؟ انا عايزه افهمها. بحس لو حد واقف معايا بيلخبطني، انسى ان انا احط حاجه او اعمل حاجه، فما بحبش حد يقف معايا في المطبخ. حتى لو خاصه لو راجل. طب انا كده ببوظ حاجه؟ حتى لو الاوردر عالي يعني حتى محتاج مجهود برضه بتحب تقف يعني ممكن اجهز يعني مثلا اجهز الحاجه والبنات هم يكملوا، يعني مثلا لو محشي او حاجه هم مثلا يكملوا، بس انا اللي اجهز الحاجه جوه في المطبخ. ما حدش مش حل. ماشي.
بصي بصي انا بعمل معاكي اهو. ايوه انت شاطره، هاخدك معايا. حضرتك برضو يعني انا شايف حضرتك يعني فنانه وبتبتكري في الانواع الاكل اللي بالنسبه للسكر. طب وبالنسبه للديزرت اللي هو الحلويات بقى؟ لا هو الحلويات ده بقى ايه، ما مش بخش فيه قوي بصراحه، بس في الكنافه بخترع فيها. جميل. يعني في الكنافه كده تاني بقعد بقى اخترع لهم. طب انا بلعب كده صح ولا غلط؟ تلعبي ما شاء الله. لا يعني لا انا والله والله عارفه انا بعمل الاولاد اكل في البيت على فكره، بس لا يعني اقلب عادي ولا اسيبها تتحمر من تحت الاول؟ تمام. نقول احنا بنحط ايه عشان المشاهدين يشوفوا؟ باودر، بصل باودر، باربيكيا، نتابع المقادير. ايوه وشوية فلفل اسمر. الريحة عاملة ازاي؟ ريحة الصوص اصلا. بصي هو اللي يقف معاكي وانت بتعملي اكل تبوظي له الدايت والريجيم وكل حاجة على فكرة يعني. شوية ملح صغننة خالص عشان في الصوص ما يحرقش طعم الاكل. هي كده قربت ولا انا هي كده بس يعني كده قربت؟ طيب تمام. طب عايزة اعرف منك برضو قصة الشيفة وفاء. ليه مش الشيف وفاء؟ وفاء اسمي من 15 سنة مثلا كده يعني. دلع يعني؟ لا هو جت معايا بالصدفة كده، كتبت اسمي على الفيسبوك وفاء، فطلع القيمة كان الايه، فجت بالصدفة كده، فكل الناس عرفتني وفاء. ما انا لما بكلم حضرتك بكلمك على ايه؟ حرف تبديل بس، حرف الايه مكان الايه. هو اللي عمل معانا الموضوع ده ونخلق ويفا من 15 سنه مثلا. هو هيفضل مستمر طبعا في المركز ان شاء الله. ان شاء الله. لا وعلى الوقت. مدرسه ويفا بعد الطبخ ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. طب هو انا كده هو اللي صح ولا انا اللي مش صح؟ لا هو اللي صح. طب ده ايه؟ ميه، شويه ميه عشان بس الصوص يدخل في بعض شويه. لو عايزه تقلبي عادي زي أيوة وجبتك عاتب يعني. نفسي مش مشكله. انا بعمل لنفسي. ايوه انا بعلمك مفيش مشكله. دي وحشه قوي، مفيش اعلى من كده شويه. والمفروض بتعلى، بس انا برضو بما اني مش طب اتفضلي على فكره يعني والله ابدا. لا ما انا لا يعني عشان نمسك بقى عشان لا خلاص طب. انا بتعين هي بنت. حرام على فكره، حرام الريحه دي يعني مش ملاحظه ولا ايه؟ شوف هشام انت لو قاعد في البيت وشامم كده ايه، هتاكل ولا هتمشي ولا كده؟ لا لا انا هصور جنب الاكل. مكعب ملعقة دجاج عشان بس بيجي تستوي الطعم حلو قوي. يبقى احنا حطينا هنا ورقه ملعقة دجاج. ملعقة دجاج كده خلاص، هو كده اتور التست بتاع هنا كده تقل. جميل. يبقى لما يتقل كده يبقى هو خلاص استوى زي الصفحه. هو يكمل شويه بس. جميل قوي ان الواحد مثلا ما يكونش دارس حاجه. عملت ايه؟ هو حضرتك ما يكونش دارس حاجه ويكون حاببها. بيقدر يبتكر بيها، وطالما بيحبها بيقدر يبتكر بيها ويقدر يخترع فيها. بص هو دايما اي حاجه انت بتحبها بتنجح فيها. صح. يعني اي حاجه انت بتحبها هتنجح فيها. لو يطور من نفسه. بالظبط. صح. بالظبط دي حقيقه. طبعا اي حد عايز يوصل لحضرتك من خلال شاشتنا فيسبوك. اكلتك عندي صفحه ويفا احمد، اكلتك عندي. تمام. ممكن نقول المقادير تاني بحيث ان برضو نفكرهم بيها عشان المشاهدين ما تروحش مننا. هي المقادير قلنا عباره عن اجنحه او دبابيس مخليه اللي هي مسلوخه. طبعا بنغسلها كويس قوي ونتبلها بملح وفلفل اسمر بس، ويبقى كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا وعليهم معلقه بابريكيا ومعلقه توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر ورشه ملح، وبنقلبهم فيها وبنقلب في الزيت. بالنسبه للصوص بتاع الوجبه بيبقى عباره عن عسل، توم، فلفل، كاتشب، صلصه طماطم، صوص الصويا، فلفل اسمر وباربيكيا وبصل برده وملح. يعني بس ما نكترش الملح على قد ما نقدر عشان خاطر الصويا اصلا بطبيعته بيحدى تستو حادق، تستو عالي. طيب هم قدامهم تقريبا قد ايه ويكون معانا جاهز الوجبه؟ لا هو كده دي كده خلاص اصلا هنشيلها من على النار، وممكن نعمل شويه رز بس جنب الوجبه. لا مش هنلحق للرز للاسف. احنا ممكن نحضر الوجبه بتاعتنا. هي دي كده خلاص بس هنزل بس نطفي على الجيم.
ايه اللي خطوات هو ايه؟ عايزه اشيل دي من النار. اه دي شيلناها بس هي كده تمام، وده يستوي وخلاص كده بالنسبه لنا الوجبه خلصت. تمام. طيب المفروض بنطلعها بنحطها في الصوص؟ اه بنطلعها بنقلبها مع الصوص شويه، نديها دقيقتين بالظبط على النار، ويكون كده خلاص الوجبه اكتملت. وتعملي جنبها بقى بطاطس، رز، اي حاجه، سلطه الذره اللي انا قلت لك عليها بتبقى طعمها تحفه جدا اصلا معاها يعني. ممكن نحط جنبيها رز بسمتي مثلا؟ لا رز ابيض لازم يبقى، ما ينفعش رز بسمتي لان اكل اسيويه مش اكل شرقيه. طيب تمام. طب قولي لي شيف، بالنسبه للوجبات اللي بتجي لك، ممكن تلاقي حد طلب منك اكله دايت مثلا بتعمليها له؟ اه طلبت مني كذا مره. يعني فعلا بيطلبوا؟ اه بيطلبوا مني ان هم عايزين اكل خفيف او اكل يكون للدايت عشان خاطر ما يكونش فيه كوليسترول عالي او كده، خضار سوتيه، صدور مشويه، الوجبات اللي هي الخفيفه مثلا، سمك مشوي، الحاجات دي. تمام. ايه ارشاداتك يا شيف ويفا بقى في كل سيده بتحب تقف في المطبخ عشان تطلع مثلا وجبه جميله، ارشاداتك ايه؟ تهتم بايه؟ السيده تهتم بايه؟ تهتم بحبها للاكل او حبها لان هي عايزه تطلع حاجه طعمها حلو. جميل. تهتم مثلا بالمقادير المعينه؟ هي المقادير بتاعتها اهم، هو اهم من المقادير اصلا ان انت حابب الحاجه، طول ما انت حابه اصلا تعملي ده هيطلع حلو. معاها بقى تفرضي مقاديرك، تبقى المقادير مظبوطه بالظبط، يعني زي ما خدتيها او نقلتيها او خدتيها من اي وصفه، تاخدي المقادير بالظبط، ما تحطيش بقى تيست زياده، لا هنزود شويه بصل بودر عشان يديها طعم. يكون عندها صبر شويه، ما يكونش مستعجله بسرعه في الوجبه. تاكل الاولاد وتاكل بزوجة بسرعه. ممكن ناكلها كده ولا بتبقى صعب؟ لا تبقى صعب، لازم تتحمر قوي. طيب احنا دلوقتي هي كده خلاص اصلا يعني تعتبر تمام. يعتبر. طب احنا ممكن نحطها دقيقتين. انا بس عايزه اوري المشاهد الشكل النهائي بتاعها عشان خاطر الجوع. خلاص يعني كده خلاص يعني. هي بس عشان هي كده ما فيهاش حاجه. تمام. اطلعها احطها. هي عايزه تطلع. هنطلع. فاهم هي ايه؟ انا عايزه اطلع. قبل ما ندوق انا عايزه اوري المشاهد حلاوه وشكل الاكل لما بيخلص وبيتحط في طبق، بيبقى ليه شكل يجوع والله العظيم. دي حقيقه. يعني غير كمان الريحه اللي احنا شامينها تقريبا، انتوا بعتوا في الكنترول صح؟ لا عينيا الاثنين يا استاذ محمد، يا سلام. ده بص الوجبه كلها بتاعتك طبعا يا جماعه. ماشي. بص يا شيف هوفا، هما بيتخانقوا على الاكل اصلا في الكنترول من قبل ما اصلا ايه نطلعه، فاحنا هنوري المشاهد سريعا وبالف هنا وشفا ليا. لينا لينا يا استاذه محمد، طماعه قوي على فكره. بص والله يا استاذ هشام انا اوكي اوريدي، مفيش مشكله عندي، بس انت لو كنت عملت لنا السلطه النهارده انا كنت كلتها لوحدي للاسف. معلش مش مشكله، تتعود الحلقه بقى هو اللي مش مسعفنا. تمام. اجيب طبق نار فيه. الوجبه بتاعت تزر يا شفاوي. بس عشان انا برضو بحب اعمل تكات وحركات. ايوه بس انا عشان ما تبقاش حراقه بتسبقني هي في اللي انا بعمله، خلي بالكم. طب نحط بس هنا عشان خاطر الختام بعد اذنك يا استاذ ويفا، نغرف على طول كده. حالا 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 والله حاضر. بس احنا كده معانا الوجبه بتاعتنا النهارده، اتمنى ان احنا نكون فدناكم. وطبعا عايزه تقولي حاجه قبل ما نختم حلقتنا؟ وانا عايزه انا بشكرك جدا جدا طبعا على استضافتي حضرتك والاستاذ هشام، شكرا جدا لحضرتكم بجد ان انتوا يعني خليتوني انا اكون موجوده معاكم، ده شرف ليا كبير جدا. شرفتينا حضرتك، ويا رب اكون كنت كده دفوه خفيفه عليكم. شرفتينا جدا. ربنا يخليك يا شيخ. واحنا كنا نتمنى ان احنا يكون حلقه اطول عشان نعمل وجبه تاني المره الجايه بقى. ان شاء الله بامر الله. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده، ونتمنى ان احنا الوصفات تكون سهله وهيلسي جدا عليكم. واللي عايز اي استفسار معاكم شيفا ويفا، شوفوا صفحاتها وتواصلوا معاها. للاسف
خلصنا حلقتنا النهارده، انتظرونا الحلقه الجايه. الى اللقاء. شرفتينا يا استاذه وليفه، وشرفتونا اعزائي المشاهدين في حسن متابعتكم، وان شاء الله مع بعض في حلقه جديده ان شاء الله. اشوفكم على خير.